في مطر انطلقت إذاعة ماتيروس المحلية في العمل عبر شبكة متنوعة من البرامج التي تنقل مشاغل الجهة. الإذاعة التي تبث برامجها عبر شبكة الإنترنت يشرف عليها المرصد التونسي للشباب بدعم من سفارة بريطانيا في تونس. هو خامس الإذاعات المحلية ضمن برنامج أجورا حوار المدينة الذي يشرف عليه المرصد التونسي للشباب بدعم من السفارة البريطانية في تونس. راديو ماتيروس صوت ينطلق من مدينة ماتر ليبلغ عبر شبكة الإنترنت صوت أهل الجهة. ثم قوة المحلي القادر على الإبداع عبر الشباب، ثانيا هو إذاعة القرب، ثالثا هو القيمة التي يمكن أن تكون لدور الشباب عبر مشاريع في هذا الحجم وفي هذا المستوى. ونعتقد أن هذه أولى الخطوات لتصحيح المسار لدور الشباب ولوظائف دور الشباب في تونس. هذا نموذج جيد لتعاوننا مع تونس. هذا ثاني راديو محلي أقوم بزيارته. كنا في السنة الماضية في زيارة راديو سيدي حسين، وأعتقد أن هذا نموذج جيد لدعمنا للمسار الديمقراطي في تونس. قرابة 40 شابا من مدينة ماتر ينشطون ويؤمنون عمل إذاعة ماتيروس المحلية عبر شبكة من البرامج التي تعنى بجهتهم. أعطى نفس جديد ودفع جديد للمؤسسة ومثل بالحق حدث على مستوى مدينة ماتر بكاملها. متنفس للشباب، هذه أول تجربة في ماتر، أول مولود إعلامي يجسد إعلام القرب من الشباب، من مشاغلهم مشاكلهم. البرامج متاعنا برامج متنوعة، برامج ثقافية، برامج ترفيهية، برامج توعوية، عنا برامج اجتماعية. برمجة متنوعة لإذاعة محلية تجسد أعلام القرب وتجسد أيضا خروجا عن دائرة النوادي المألوفة إلى فضاء رحب تكون فيه الكلمة المحلية أداة للتواصل.